بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الله يصبحكم ويمسيكم بكل خير. يا أخوان، عندنا في هذا المقطع قال الثعلبي، الهدف الأساسي من المقطع معرفة هل عقاب الثعابين يهد على غير الثعابين، حجل، أرانب، بط. أنا حقيقة قريت عنه كثير وشفت له مقاطع يوتيوب كثير، كلها يعني ياكل ثعابين، ما شفته أبدا على غير الثعابين. فكنت أتمنى أني أجرب وأشوف. الطير أرضيته يعني ما شاء الله تبارك الله، بوزه من عنده إمكانيات تأهله أنه يكون جارح قوية. جاني واحد من الشباب وجاب لي هذا العقاب، فقلت حياك الله، هذا المطلوب. فبحاول بإذن الله اني اشوف هل يقدر على غير الثعابين. انا الحين انتهيت من مرحلة التدهيق، والله فرحت يوم جاب لي اخوي، يعني كنت اتمناه علشان اجرب، يعني من زمان وانا عندي فضول. فالحين انهينا مرحلة التدهيل والطير داهر جدا جدا جدا، يعني بشكل ما شاء الله تبارك الله. ما باقي الا نجربه بالعدد، بهدى على دجاجة وعلى بطة وعلى ارنب، وهذا الصيد اللي يعني بشكل عام. وان شاء الله انه يبدا، يعني مع العلم يعني انه لما اجي اكله اي لحم فيه ريش، مثل لحم حمام، لحم سمان، لحم ما ياكله. لازم لحم صافي، لما يكون لحم صافي ياكل، اذا ما هو لحم صافي ما ياكل. ولكن بنجرب وبنشوف باذن الله. وعلى ما قالوا المويه تكذب الغطاس، ان شاء الله انه يبدع، لاني اتوقع باذن الله يعني حسب امكانياته اللي اشوف ان شاء الله انه ما يقصر. فبنشوف وتوكلنا على الله. تابعوا المقطع ان شاء الله، والتوفيق للجميع ان شاء الله. سلامتكم. اي بابا، اي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا بالنسبة للدجاجة يا الربع، يعني ما هو راقبها نهائيا على ما اشوف. طبعا يا اخوان، قبل امس طلعت نفس الطريقة اليوم، وكنت مجوعة يومين، بعدين ما هد، قلت خلى اليوم الثاني اللي هو امس، وبرضه ما اكل شيء طلعته ونفس الشيء ما هد. واليوم قلت خلاص ما يبغى لها نصور. طبعا الأرنب بخليها في آخر شيء عشان أشوف. طبعا حتى يعني ما لها نية، يعني ما لها نية. الحين بشوف البطة واشوف وارجع لكم. السلام عليكم. ها
هذه بالنسبة للبقرة. يطالع فيه. ها في امل ولا ما في؟ يلا ما هو يمه. يلا وهذه بالنسبة للأرنب. انا قلت لكم في البداية ان لما اعطيها اي شيء لحم فيه ريش يلا يلا يمكن يهد. او انها على شغل الهواء. لا والله شغل الهواء. فلما اجيه بلحم فيه ريش، لحم حمام لحم، ما ياكل. صدت الافار من هنا في المدعى ما اكله. بس لما اسلخه او انتف الحمام واعطيه لحم صافي بدون ريشه وفرو ياكل على طول. الظاهر ان كل مسخر لما خلق له. هذا عقاب الثعابين، وهذه طبعا ان شاء الله انا في المستقبل بحاول فيه محاولات ثانيه وبشوف ان شاء الله وارد لكم خبر. يعني نزلتها في المقطع هذا اذا صار تطورات، اما اذا ما صار تطورات فبكتفي بالفيديو زي ما هو كذا باذن الله. بحاول اعلمه على الارنب والدجاجه والبطه والحجر برضه وكل شيء، زي ما نعلم الفروخ اللي تكون باقيه. بحاول اعلمه واشوف اذا حصل تطور نزلته في مقطع الفيديو، اذا ما حصل تطور وبقى الامر على ما هو عليه فبكتفي في الفيديو نفس اللي الفيديو زي ما هو يعني وخلاص. وسلامتكم. تعال امسك كذا وصور. شوف كيف نصور علينا عليها.
طبعا الحين يا شباب الطير دخل في مرحلة تبديل الريش، فعشان كذا ربطته وحطيت معاه زي ما انتم تشوفون كل يوم يومين ارمي له دجاجة ارنب عشان ما ينسى اللي يتعلمه. بس شوفوا كيف يحلها سبحان الله مثل الحر والشاهين. هذه حاجة ما شفتها أنا في العقبان والبيزان، هذا لا يحلها حل، يحلها مثل الحر والشاهين. شايفين كيف يحلها؟ يلا السلام عليكم. يا اخوان السلام عليكم ومساكم الله بالخير. طبعا الطير طلعته من المربط وحاول، يعني هو كنت كان في المربط يهد على البط على الارنب على الدجاج، لكن جبته في المدعى ما له نية نهائيا نهائيا. هذيك البطة هناك ما له نية، مع اني مشنذره والطير منقص وزنه، طبعا التنقيس ما هو نفس وزنه ايام كنت اهده قبل الربطه، ولكن
لكن سبحان الله يعني ما له نفس مرة، ما له نية يعني. حتى في المربط يعني إذا ما جاء جوع يعني، وأنا قربت منه كذا وهد ومسكها كذا وأكلها. لكن حكاية إنه يلحق ويصيد ويهد ما ظنيت. هذا اللي حبيت أوصل لكم إياه. وتروي الربع والله أكثر من 7 شهور أو 8 شهور يعني، كنت أدربه قبل الربطة، بعدين جلس في الربطة حوالي 3 شهور. وأنا أقول عقاب الثعابين بالنسبة للطير هذا اللي معي اللي أنا جربته، غيره ما أدري عنه، لا يصلح للصيد نهائيا، لا يصلح للصيد نهائيا أبدا. وسلامتكم. طبعا يا الربع أنا أمس حطيت له حجل وحطيت له أرنب وكلها نفس الشيء، يعني مرة ما لانية، عشان كذا استودعتكم الله. السلام عليكم، مساكم الله بالخير. طبعا يا أخوان أنا حاولت أعلمها على الدجاج على الأرنب، والله على حسب تجربتي ما فيه أمل، ما فيه أمل نهائيا، ما فيه أمل. هذا عقاب الثعابين، ربي خلقه يأكل ثعابين بس.